يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا قمت بالعبادات على أكمل وجه وحسب استطاعتي أكون بهذا محبا لله، أم أن المحبة شيء آخر غير العبادات المعروفة؟ العبادات تابعة للمحبة، الأصل في القلب المحبة، فإن كان عندك محبة لله فإنك تعبد الله، فهي الأساس وهي السبب التي تقودك إلى عبادة الله عز وجل. نعم.